أعلنت مديرية الصحة بدمياط ختام مبادرة 100 يوم صحة التي تم تنظيمها في جامعة دمياط، والتي استمرت لمدة 13 يوما في جميع كليات الجامعة. تأتي المبادرة في إطار توجيهات الرئيس السيسي بالتوسع في تقديم خدمات مبادرات الصحة العامة وضمان إتاحة الخدمات لجميع الفئات المستهدفة، خاصة في الأماكن الأشد احتياجا. المبادرة ديت كشفنا الموظفين كلهم بالعمال بالطلبة وتمت على أحلى اهتمام. النهاردة في مبادرة 100 يوم صحة تمت في جامعة دمياط، تم الكشف على جميع الطلاب، فرقة أولى والثانية والثالثة والرابعة، وقياس الضغط والسكر ووظائف الكلى الحالات المتطلبة. الحاجات دي احنا كنا بنشوفها في الشارع، بس وجودها طبعا عندنا هنا في الكلية حاجة مفيدة جدا لكل الطلبة، وأتمنى أن الكل يستفاد منها. النهاردة جالنا حملة 100 مليون صحة، دولنا ندوة تثقيفية عن سرطان الثدي، وكشفونا على الضغط والسكر وقاسولنا النبض. المبادرة دي كويسة جدا، قاسولنا النهارده الضغط والسكر وحملة، وقاسولنا يعني اتكلموا معانا عن سرطان الثدي. والحملة دي بقالها 15 يوم موجودة هنا في جميع الكليات، مش بس كلية حقوق.